بعد 5 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب. أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. مبادرة ماكرون ورئيسين مكلفين تأليف حكومة جديدة، التأليف ما حصل. هل المشكل بتجاذب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف؟ أم نحن بانتظار حكومة من الخارج؟ هل أي حكومة جديدة قادرة على حل المشاكل السياسية والاجتماعية العميقة يلي عم بيعاني منها لبنان؟ أم عم بيواجه اللبناني أزمة نظام فقد قدرته على تقديم الحلول؟ ضيوف الحلقة ألا عون عضو تكتل لبنان القوي، خلدون الشريف السياسي والكاتب، علي مراد استاذ قانون عام وناشط سياسي، وجوف غالي رئيس تحرير الأخبار بالـ LBCI. أزمة حكومة، حوكمة أو حكم، عنوان حلقة 2030 مع ألبير كوستانيا، الليلة 10 إلى 3 على الـ LBCI.